عنوانها تصحيح ويكيبيديا. Yeah. احيانا المعلومات الوارده على موقع ويكيبيديا عن شخصيه معينه بتكون مغلوطه. نحن بعينك على مين بنحب نستفيد من وجود ضيوفنا ونصحح معلومات مكتوبه عنهم اذا في داعي او نعمل تحديث لها المعلومات. Okay. المعلومه الاولى من مواليد دير الاحمر بتاريخ 1 يونيو 1983، هالمعلومة محتاجة تصحيح ولا لا؟ لا لا ما ظنش. يعني قريبا بنحسب نعمل الحسابات ولا بلاها؟ لا عادي انا ما عندي بعدك صغيرة ما عندي مشكلة قريبا رح يصير عمرك 41 ما عندي مشكلة. المعلومة الثانية الاسم الاصلي كارلا نزيه البرقاشي، هالمعلومة صحيحة؟ صحيحة صحيحة. المعلومة الثالثة سنة 1998 اشتركت ببرنامج كأس النجوم أو اشتركت ببرنامج كأس النجوم باسمها الحقيقي كارلا وفازت بالكأس ثم غابت ولاحقا عادت للساحة الفنية، هل معلومة صحيحة؟ بعتقد صحيحة. كله صحيحة. بس عم بتأكد من الـ تاريخ. المعلومة الرابعة بدأت يارا مشوارها الفني بمساعدة من الملحن طارق أبو جودة الذي قدمها للجمهور واختار لها اسمها الفني، هالمعلومة محتاجة تصحيح؟ كلا مظبوطة صحيحة. طارق أبو جودة معانا الليلة في الاستوديو. صحيح مجيب تحية تحية لي. المعلومة الخامسة نالت جائزة البوسنة عندما مثلت بلدها لبنان بين 34 دولة وحصلت على المرتبة الأولى، هل المعلومة محتاجة تصحيح؟ لا صحيحة.